ازيكم عاملين ايه؟ ده ايصال طالع من مصلحه الجمارك، احنا بنسميه قسيمه جمركيه. هو المبلغ اللي في الايصال دوت كام؟ طب احنا مش عارفين نقرا الرقم، طب نبص كده في التفقيطه يمكن نعرف المبلغ المدفوع. برضه مش باينه. طب الايصال ده مين اللي دفعه؟ ايه ده؟ ده انا حتى مش عارف اقرا اسم صاحب الايصال، او صاحب الايصال هيحاسب الضرايب ازاي واسمه مش ظاهر. طب المبلغ اللي احنا مش عارفين نقراه دوت متحصل لاني جهه؟ يعني صحيح ان الجمارك هي اللي محصله المبلغ، لكن مدفوع لايه؟ يعني هل هي ضريبه جمركيه ولا ضريبه قيمه مضافه ولا ضريبه ارباح تجاره صناعيه ولا غرامه قيمه ولا غرامه منشا ولا غرامه وزن ولا غرامه وزاره التجاره؟ حتى دي مش عارفين نحددها. طب الايصال ده مدفوع امتى؟ طب المبلغ اللي احنا مش عارفين نقراه دوت مدفوع لاني شحنه؟ ده رقم البند الجمركي مش مكتوب. الايصال ده اسمه الرسمي نموذج 37 كاف ميم. كاف ميم ديت اختصار لكلمه جمارك مصريه. ديت كلمه تركيه معموله من ايام ما مصر ما كانت تحت الحكم العثماني. مرت السنين وكل حاجه في الجمارك اتطورت ما عدا شويه حاجات كده، اهمهم هي القسيمه ديت، فضلت زي ما هي، تحس انها محصنه ضد اي تطوير. طبعا انا مش بعيب على خط كاتب القسيمه، ده راجل اكني له كل التقدير والاحترام، انت لو شفت بيئه العمل بتاعته هتديله الف عذر. ضغط الشغل عليه طول اليوم، اول ما بيقعد على مكتبه ويمسك القلم بتاعه يفضل شغال في كتابه القسايم لحد ما يخلص شغله، مش بيفضل لحظه، لان العملاء واقفين قدامه ومستعجلين عايزين يصرفوا شحنتهم. انت متخيل لما تيجي تكتب 8 ساعات متواصله من غير ما تستريح خطك هيبقى عامل ازاي؟ ده بيبقى عاوز يدخل الحمام او يقوم يصلي او حتى يقوم يشم نفسه، مبيبقاش عارف من كتر ضغط الشغل اللي عليه. عشان كده اللي بيشتغل الوظيفه ديت بيبقى مش صابرين. انا جربت اكتب ساعه واحده متواصله لقيت القلم عرق في ايدي، ولقيت نفسي بكتب صيني مفيش اي اثار لاي حرف عربي مكتوب، فما بالك بقى اللي شغال 8 ساعات متواصله. لكن احنا هنا بصدد مشكله لازم تتحل، وهي ان الايصال اللي بيطلع بمصلحه الجمارك فقد كل خصائص الايصال اللي بيحتاجها المحاسب، لا عارف احدد المبلغ المدفوع ولا اسم اللي دفع المبلغ، او حتى الايصال ده مدفوع لايه، او تاريخ الدفع، او حتى مدفوع لانه شحنه. ده غير ان اليه كتابه الايصال انقرضت بانقراض الديناصورات. اللي اخترع دفتر القسايم فكرته استوحاها من الفطير المشلتت، الرق الاول ابيض وحط تحتيه كربون، والرق الثاني احمر وحط تحتيه كربون، والرق التالت اخضر وحط تحتيه كربون، وفي قعر الحله نحط الرق الاصفر. متخيل الكربون ده بعد ربع ساعه شغل هيكون عامل ازاي؟ الرق الاخضر والاصفر البيانات اللي عليها هتكون مختفيه تماما. وبعدين هو في حد في الزمان ده بيستخدم كربون؟ ده اخر مره استخدمته في حصه الدراسات في ثالثه رابع ايام كنت بغش رسم خريطه. يا عم الحاج هي الجهات الحكوميه كلها ماشيه كده، لازم يكون في دفتر قسايم. احنا بنحب الفطير المشلتت المحشي بالكربون. وبص ما تقارنيش بقى بين الحكومه والقطاع الخاص، احنا هنفضل ماشيين بمبدا هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. بس استنى عندك، ده الطبيعي والمنطقي ان الجهات الحكوميه يكون ادائها سابق القطاع الخاص، لان عندها الادوات والصلاحيات اللي تؤهلها انها تسبق القطاع الخاص. ومع ذلك يا سيدي هضرب لك امثله بجهات حكوميه طورت من نفسها. عندك هيئه البريد المصري، كانوا شغالين بنفس ام الدفتر بتاع فطير مشلتت، طوروا من نفسهم. دلوقتي تروح تعمل حواله بريديه يتبع لك ايصال على الكمبيوتر. مثال تاني من جهه حكوميه وهي الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، برضه بتبع لك الايصال على الكمبيوتر. خلاصه البهريز من الحلقه ديت ان كل الايصالات اللي تطلع من مصلحه الجمارك تكون مطبوعه من على الكمبيوتر، وبكده نضمن ان كل البيانات تكون مكتوبه وواضحه. ده غير ان اداء الكمبيوتر هيكون اسرع، وده هيقلل من الازدحام، وبكده هيقلل من زمن الافراج عن الشحنه. استنوني في الحلقه الجايه هنكمل موضوع الخزنه لان لسه فيها مشاكل كتير محتاجه للتطوير. ولو الحلقه عجبتك يا ريت تبقى تعمل شير عشان الفكره توصل لحد من المسؤولين. وإن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان. كان معكم أحمد أبو عرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.